هذه التظاهرات تشكل مؤشرا على صعوبة المهمة التي تنتظر الحكومة الأردنية الجديدة. حكومة عبد الله النسور تواجه حتى قبل أن تنال الثقة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تحديات يعززها شح الموارد الاقتصادية ونية الحكومة المضية قدما نحو رفع أسعار الكهرباء وتسديد فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج. إنه كانت مشاورات مع مجلس النواب، كمان هي كانت مسرحية، لأنه إحنا كتجمع ديمقراطي وعدد كثير من الكتل والمستقلين ما كان لهم دور في وجود عبد الله النسور، فالمسرحية الأولى كانت عبد الله النسور، والمسرحية الثانية كانت الوزراء، والآن المسرحية الثالثة البرنامج اللي بده يوعدنا فيه عبد الله النسور. أما في قاعة البرلمان فقد ظهر التحدي بصورة أخرى إثر اشتعال غضب الوسط الإسلامي نتيجة منعهم من مناقشة حادثة الاعتداء على المتظاهرين في إربد. ويرى محللون أن حكومة النسور لن تكون قادرة على تنفيذ بيانها الحكومي، خاصة في ظل العجز المالي التي تعاني منه الموازنة من جراء العديد من الظروف المادية، وعلى رأسها زيادة تدفق اللاجئين السوريين الذين يمثلون عبئا إضافيا على اقتصاد البلاد. النواب ممتعضون مما جرى معهم خلال المشاورات معهم الفترة الماضية، يعتقدون أن المشاورات كانت شكلية، بل هنالك من ينظر إليها من باب أنه قد خدعهم الرئيس في عملية التشاور. لن يكون من السهل على حكومة النسور أن نيل ثقة النواب، خاصة بعد التظاهرات الأخيرة التي شهدها الشارع الأردني وارتفاع سقف المطالب بالمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مطالبات تضع النواب أمام تحدي قواعدهم الانتخابية التي تطالبهم بعدم منح الثقة لهذه الحكومة. إن بلغت الحكومة ثقة مجلس النواب فإن أمامها العديد من القوانين الهامة، ومن أبرزها قانون الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والضريبة، إضافة إلى قانون الكسب غير المشروع. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، عمان.